السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ أولا بمبارك لكم شهر رمضان، الله يجعله شهر قبول، شهر عتق وشهر رحمة. معنا اليوم حقيقة بمقر الخوذ البيض استضافة المؤتمر، معنا الأخ طبعا رائد صالح رئيس الخوذ البيضاء، والأخ غسان هيتو رئيس منتدى السوري، أنا أمجد الراس رئيس منظمة سانس. نحن اليوم هالاجتماع هذا هالمؤتمر للإعلان عن قيام التحالف، التحالف العملياتي اللي إجا بسبب الزلزال المدمر، حقيقة كان استجابة الزلزال المدمر بستة شباط الماضي الذي أصاب مناطق واسعة في تركيا وسوريا، الذي فاقم بحد كبير الكارثة الإنسانية وتبعات الحرب التي عانى منها الشعب السوري في مختلف مناطقه، خاصة في شمال غرب سوريا على مدار 12 عاما. هذا أدى إلى دمار في البنى التحتية وتهالك القطاع الصحي والتعليمي وغياب مؤشرات الاستقرار والأمان وظروف المعيشة بالحد الأدنى. ليأتي الزلزال قبل عدة سبعة من أسابيع ليفاقم هذه الكارثة ويضع أمامنا تحدي أكبر لاستجابة لرفع استجابتنا الإنسانية وإجراءات تعافي الأمر الذي استلزم علينا نحن كمنظمات ثلاثة، منظمات التحالف، الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، المنتدى السوري والدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء. هذه الاستحقاقات استلزمت علينا الى اعلان تشكيل تحالف عملياتي يهدف الى تنسيق الجهود وتضافرها للمساهمه في تحسين الظروف المعيشيه لاهلنا في شمال غرب سوريا من خلال تقديم افضل خدمه تكامليه ضمن الاختصاصات المتعدده التي تعمل بها المؤسسات المذكورة، وهذه الاختصاصات تشمل كل قطاعات الاستجابة، وطبعاً وتنفيذ برامج إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية بهدف تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين على مستوى الصحة والتعليم والخدمات المعيشية الأساسية وفق خطة مبدئية سيعلن عنها لاحقاً وقريباً. شكرا. مسموح بالصوت؟ شكرا جزيلا دكتور أمجد، شكرا أخي أستاذ رائد على هذه الاستضافة. رمضان مبارك للجميع. أنا غسان هيتو رئيس المنتدى السوري. اتباعا لما ذكره الدكتور أمجد، أريد أن أشارك معكم الآتي في إطار هذا الإعلان عن هذا التحالف. إن تقارير تقييم الاحتياجات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا قبل وبعد الزلزال تشير بشكل ضخم إلى ثقل البنية التحتية في مناطق واسعة من المنطقة، خاصة تلك التي المكتظة بالمهجرين. هذه التقارير أيضاً تشير إلى ندرة المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تساعد المدنيين على الاستمرار ضمن ظروف الحياة الكريمة بالحد الأدنى. كما أن كارثة الزلزال المدمر في بلد دمرته الحرب على المدنيين تلح علينا وبشكل عاجل إلى اتخاذ خطوات كبيرة في إعادة ترميم الوضع الإنساني بشكل جوهري، وعليه تم وضع خطة تعافي إنسانية تساهم في تأهيل البنية التحتية والمرافق الحيوية والمراكز التعليمية والطبية في أكثر المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر، وذلك ضمن إمكانياتنا الحالية والتي من شأنها المساهمة في عودة الحياة الطبيعية للسكان في المناطق المنكوبة. ونظراً لكون المؤسسات السورية المذكورة أعلى، الجمعية الطبية السورية سامس، المنتدى السوري، وكذلك الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء،
هي من المؤسسات الوطنية التي لها بصمة كبيرة في تضمير جراح الشعب السوري خلال أكثر من 10 سنوات من العمل الإنساني والتنموي بشكل مستمر عبر الاستجابة لنداءات الاستغاثة العاجلة والفورية في ظروف إنسانية متعددة لم يكن آخرها الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، حيث كانت كوادرها الإدارية والميدانية في الصفوف الأولى للاستجابة لأهلنا المتضررين. ستقوم هذه المؤسسات بكل ما أوتت من موارد بدعم عمليات التعافي وإعادة تأهيل المناطق التي هي موجودة فيها. من جهة أخرى، لن يكون هذا البرنامج هو التدخل الوحيد الذي سينفذه هذا التحالف، بل سيعقبه تدخلات مستقبلية في كامل شمال غرب سوريا، حيث ستعمل المنظمات الثلاثة على تسخير كافة إمكانياتها وطاقاتها للانتقال بالمنطقة إلى مستوى أكثر تقدماً يضمن تحسين حياة أهلنا وتعزيز صمودهم والتمهيد لخطوات ذات آثار بعيدة المدى على مستوى شمال غرب سوريا. أستاذ رائد. شكرا أستاذ غسان وشكرا دكتور أمجد، يعطيكم العافية جميعا، وتعاملكم بخير والله يبارك في عهدكم، وإن شاء الله قبل رمضان القادم نكون متعافين مستقرين وآمنين إن شاء الله. وبهذه المناسبة حقيقة بمناسبة إعلان التحالف، نحن ندعو كافة الشركاء السوريين للمضي قدما في خطوات مشابهة، سواء الانضمام لهذا التحالف أو من خلال تشكيل تحالفات جديدة تضمن مستوى أعلى من الكفاءة والفعالية في التخطيط والاستجابة لاحتياج أهلنا في سوريا في المناطق المتضررة والمنكوبة في الزلزال وفي السابق منذ 10 سنوات إلى الآن. كما نؤكد على ضرورة استمرار جميع المانحين والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الإغاثي العاجل وطويل الأمد لمنطقة شمال غرب سوريا للمساهمة في ترميم البنية التحتية المتضررة والمشاريع الاقتصادية المحلية وترميم المراكز الصحية الأولية والثانوية والمدارس، ونبدي استعدادنا للتعاون في جميع المشاريع التعافي على المدى القريب والمتوسط التي طرحت في مؤتمر بروكسل الأخير لدعم صمود أهلنا في المناطق المتضررة ما بعد الزلزال. نحن اليوم أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة تفرض على جميع منظمات المجتمع المدني السوري التعاون والتنسيق لتوفير حقوق السكان المتضررين بالحصول الآمن على حقوقهم في معيشة كريمة وسكن آمن وضمان تلقيهم للخدمات الصحية والطبية الأساسية، وهذا ما نسعى له في المنتدى السوري والخوذ البيضاء والجمعية الطبية السورية الأمريكية. والسلام عليكم ورحمة الله.